يعني اليوم بحلقتنا نور كتير عم نتطرق إلى المواهب الشابة ومن الصناعات اليدوية. رح ننتقل إلى كتابة القصص الأدبية وقصص الأطفال أيضا، ورح نحكي أيضا عن هي الموهبة ونحكي أكثر اليوم بوقتنا قديش أطفالنا بحاجة إلى أسلوب خاص، إلى يعني نمط محدد بالروايات القصيرة للأطفال أو قصص الأطفال لحتى توصل لعقولهم هيك بشكل مناسب ويلائم الوضع يلي نحن عم نمرق فيه. رح نحكي أكثر عن موضوع كتابة قصص الأطفال مع الكاتبة لما بدران. صباح الخير لما، صباحكم أهلا خير، وسهلا فيكي. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن بداية مشوارك بكتابة القصص، ولما نحكي عالم الأطفال، عالم الأطفال غني جدا وجميل جدا، لكن في صعوبة كتير اليوم لتقدري تخاطبي الطفل وتوصلي، يمكن توصلي الفكرة بدون طريقة مباشرة أو ممكن توصلي رسالة معينة. خلينا بالبداية نحكي عن البدايات، كيف كانت وكيف بلشت؟ طبعا الخوض بعالم كتابة للطفل خطير جدا ومغامرة حساسة وصعبة. بدايتي بالكتابة للأطفال كانت تقريبا من شي سنتين، من خلال أحد الفعاليات يعني اللي تقام باتحاد الكتاب العرب، فعاليات ثقافية، ومشكورين طبعا اتحاد الكتاب بمتابعة هاي الفعاليات اللي بتخلينا بالفعل يعني نقدر نتعرف على أمور معينة ونمشي فيها. يعني تعرفت على رسامين، على كتاب، ويعني شجعوني وبلشت اكتب قصص الاطفال. تمام. يعني لما قصص الاطفال دائما هي كتير خياليه، كتير حلوه، يمكن في دروس كتيره بنتعلمها. في قصص قديمه لسه لهلا عايشه معنا، ساندريلا، ليلى نعم والذئب، فلا. طبعا اليوم عم نشوف انه في قصص عم تمرق مرور الكرام، مانا كتير هالقد عم تترسخ بالبال وبالذاكره. يا ترى شو السبب؟ هل هو من الراوي ولا من الطروحات يلي عم تنطرح؟ هلا الحقيقة موضوع الاختلاف ما بين القصص السابقة والقصص الموجودة حاليا هي مسؤولية الكتاب ومسؤولية الأهل بنفس الوقت، لأنه وقت اللي عم بيكون في غلط بأنه الكاتب عم بيوصل القصة بطريقة غلط، فالطفل بده يتلقاها بشكل خاطئ طبيعي. وقت اللي ما في متابعة من الأهل بأنه هن يفهموا القصص أو يركزوا على قصص معينة، يخلوا أولاد أطفالهم يبتعدوا عن مثلا عن قصص مثلا تجنح للعنف أو هيك الطباع مثلا الصعبة للطفل، يعني إنه الطفل كمان رح تكون النتيجة سلبية بالنهاية. فالموضوع بخص الأهل وبخص الكاتب كمسؤولية على الاثنين، يعني قبل أي شيء تاني. طب ليه اتجهتي فينا نقول لعالم الأطفال وكتابة قصص الأطفال؟ لأنه صعب اليوم تخاطبي الطفل، وحتى العصر اختلف والتطور اختلف. قبل كنا ونحن صغار يعني قصة صغيرة يمكن من خلالها توصلي رسالة أو عبرة، اليوم عم تلاقي الطفل أكبر من عمره، صحيح. الآن بعصر التكنولوجيا والتواصل عبر السوشيال ميديا عم يكون له أثار كتير كبيرة، فصعوبة يعني هي فينا نقول مغامرة اليوم لما تتجهي لعالم الأطفال وتقدري توصلي يمكن لفكرة الطفل وتقدري تخاطبي. طبعا اتجهت لعالم الأطفال أول شيء انطلاقا من قناعة تامة بالتأثير الكبير لأهمية قصص الأطفال صحيح. بنفوسهم، يعني في تأثير كبير إلها. ومثل ما نحن كنا نتأثر سابقا بالحكاية والأساطير القديمة، أكيد أطفالنا بيتأثروا كمان بالقصص الجديدة، مثلا مثل الحكاية القديمة اللي كنا نتأثر فيها انطلاقا من حكاية ألف ليلة وليلة وكان يا مكان والسندباد وحتى ليلى والذئب مثلا، كلها معلقة، هي القصص معلقة ببالنا ومؤثرة فينا. ومثل ما مأثرة فينا أنا أدركت تماما واقتنعت تماما أنه نحن بنقدر كمان نأثر بأطفالنا بنفس هاي الطريقة، وحسيتها مسؤولية أنه أنا بقدر أني أثر مثل ما أنا متأثرة، يعني بالنهاية بهالموضوع بقدر أثر بالطفل بأنه من خلال أنه ما شو بكتب له وبقدم له قصص بتعزز عنده قيم ومبادئ معينة القديمة، هي حرصا على المسؤولية. إذا بدي أرجع لسؤالك الأول كمان ناحية أو طرف منه، أنه مسؤولية ذاتها هذا التوجه كمان من هي المسؤولية انطلاقا منه.
تمام. لما يعني دائما اللي بشد الطفل الى القصه او الى اي شيء بيمسكه بايده هي الصوره. اليوم نحن عناصر الجذب يمكن بالقصص شوي هيك خفيفه عم تكون، عم تجذبوا الصوره يلي موجوده، بيركز على الصوره وخياله بيشتغل. اليوم انت كلما شو هي الطروحات يلي هي كانت عنصر جذب للاطفال لحتى يبلشوا بالقصه، لحتى يحملوا هالكتاب، لحتى يستمتعوا بالحكايه الموجوده بداخلها؟ بالنسبه لهالموضوع، موضوع الشيء اللي لازم تطرحيه وتركزي عليه هو موضوع تحفيز الطفل، تحفيز الطفل على انه هو يميل ويرجع لموضوع القراءه والمطالعه. اللي بيجذب هلا يمكن هلا يعني ما يعتقد انه اللي بيجذب الطفل هو الصوره، لكن بالحقيقه يعني واثبتت الدراسات هذا الشيء، انه الطفل بالاساس بينجذب لانه هو يقرا من الكتاب او من القصه، وبيكون تركيزه اعلى ومقدرته على استيعابها وعلى التاثر فيها اكبر. فهو من المشاع انه مثلا ممكن يتاثر بالصوره اكثر، بس يعني بحقيقه الامر الدراسات بتقول انه بيتاثر بالقصه اكثر. بس هو الموضوع عاده، يعني انا حابه اني اطرح هاي العاده على الطفل، تصير في عاده اجتماعيه صحيحه سليمه بانه نحن اطفالنا يرجعوا يقراوا من الكتب والقصص. طيب خلينا نحكي قديش فعليا يمكن القصص بتاثر كثير على عقليه الطفل وعلى استعمال خياله. دائما كنا نشوف القصص القصيره للاطفال سابقا في رسائل، يعني دائما اذا بنعمل بعض الرسائل ضمن القصه في حكم عن المبادئ الاخلاق القيم، دائما يمكن عبر القصص هي اسهل توجها للطفل. قد فعليا كمان هي القصص اليوم وانت امام مسؤوليه بتلعب دور بتنميه فينا نقول شخصيه الطفل، لانه كل الاطفال وكلنا نحن كلياتنا اطفال بنحب نقرا القصة ونقعد نسمع أمنا كيف عم تحكيها، الطريقة حتى وهي عم تحكيها طبعاً بتكون مركزة ببالك وفعلا مزروعة بكل تفاصيل ذكرياتك. هلأ موضوع أنه كيف بدنا نقدر نعزز هي القيم الموجودة بالأساس سابقا، نحن من خلال كتابتنا موضوع تعزيز هي الأمور المبادئ نحن بدنا نطرحها بشكل صحيح ليتلقاها الطفل بشكل صحيح. نحن بدنا نطرح نعزز القيم، عند القيم يعني ساميه هي دائما نحن بكل يعني بنكون حريصين عليها. انه صعبه يعني هلا المباشره هي دائما بتلاقي انه مثلا طريقه مباشره تمام، أو الاسلوب هون اسلوب الطرح لازم يكون بقى باسلوب الكتابه. نحن ككتاب لازم نشوف نحن الطفل اللي عم نتعامل معه اليوم هو طفل شو. نحن اطفال اليوم اطفال ازمه، ما فيك تعاملي طفل اليوم مثل الاطفال صحيح. سابقا بدك انت تتعاملي اكثر مسؤوليه، فينا نقول اكثر صعوبه، اكثر مسؤوليه واكثر صعوبه. طفل الازمه لا يقتنع بسهوله ابدا ابدا، ويعني بيجنح بخياله نحو امور ليست كامور طبيعيه كان الطفل قبل يجنح فيها. فنحن كثير بدنا يعني نعزز عنده موضوع الخيال نحو الامور يعني الامور الايجابيه ليست الامور التي قد تسبب عنف او اي شيء سلبي جواته. تمام، خلينا نرجع إلى أعمالك ونحكي كم أطروحة صرت من القصص أطلقتي، ويعني أكيد كل يوم عن يوم أفكار بتتجدد ويمكن قصص جديدة لازم تنكتب، خلينا نحكي عن الطفل. أكيد هلا أنا تقريبا من شي سنتين بلشت أكتب لمديرية منشورات الطفل قصص منفردة، وبعدين في عندي أنا بكل زوايا شهرية بمجلات الأطفال، طبعا كل شهر عندي زاوية وكل شهر في قصة كمان بتنزل. مثل شو هي القصص يلي قصص قصيرة؟ هلا مثلا أنا القصص مديرية منشورات الطفل عندي قصة الخاطفة مثلا اسمها الخاطفة، الخاطفة يلي أقصد فيها الشابكة يلي هي عالم الإنترنت، أنه كيف أنا عم وجه طفلي مو بطريقة أمر بطريقة معينة أنه أنا يوصل أنه أنت ما كتير تقعد قدام الكمبيوتر، ما كتير تخلي عندك عادات سلبية، بطريقة بين محادثة مثلا بين أخ وأخته، وبين أنه مثلا إعلان بيظهر قدام طفلة فهي بتتفاجأ منه بتصير بتتساءل. فهو موضوع الخاطفة والشابكة هو نرجع لموضوع الانترنت، نحن لازم نطرحه من خلال قصصنا بطريقة غير تلقينية وغير يعني مو بطريقة أمر لحتى الطفل يقدر يستوعبها ويحبها، وإن شاء الله الحمد لله لقيت كثير يعني هيك نجاح وحبوها الأطفال العالم. يعني بتركزي مثل ما قلنا يمكن ببداية حديثنا على مواضيع يمكن العصر والواقع اللي عم نعيشه، من خلاله بتحبي توجهي رسائل للطفل هادفة وغير تقليدية، يعني بعيدا عن المباشرة، شو القصص الأخرى يمكن أو المواضيع اللي تناولتي حاولتي فعليا توصلي رسالة معينة للطفل من خلالها؟
هلا بركز كثير على موضوع الاصرار والطموح عند الاطفال وعدم التاثر باي شيء سلبي، بركز كثير اني اصنع الابتسامه على وجه الطفل، كثير بحب اصنع الابتسامه من خلال طرح من خلال القصص، يعني مواقف طريفه، الطفل يحتاج الى فرح وسعاده ومرح اضافه للتعليم، يعني هو المرح بنسيه انه انت عم بتعلميه، اذا حس بمتعه بالقصه بنسيه انه انت عم بتعلميه او عم بتلقنيه شيء معين. هذا الشيء اللي كنت عم ركز عليه واتوجه له. تمام، يعني من خلال خبرتك ومعاملتك مع الأطفال وكيفية حب الكتاب وقراءة القصص إن كانت أو من خلال المجلة، اليوم نحن كأهل كيف فينا نتخلص من عادة مسكة الموبايل أو التاب ومسكوا الأوراق هيك يلمس لهي الأوراق؟ نعم. ويستمتع بقراءة القصص، يمكن بيقول أي خلص بقراها على PDF على الموبايل ما بدي أمسك الكتاب، أكيد هي معاناة كل الأهالي. معاناة طبعاً، هون أهم سؤال، موضوع هذا الموضوع مرتبط جداً بموضوع التنشئة الاجتماعية. التنشئة الاجتماعية من خلال قصص الأطفال هي من الأساليب الفعالة جدا، وقت اللي أنت بدك تنشئي طفلك اجتماعيا بأنه هو يتعود يمسك قصة الطفل، فأنت بدك تبلشي من مراحل الطفولة المبكرة معه، ومراحل الطفولة المبكرة معه هي عبارة عن مراحل نمو، مراحل نمو إدراكي ومراحل نمو لغوي. مراحل النمو الإدراكي اللي هي من عمر الصغير مثلا من 3 سنين للخمس سنين، بيكون هون الطفل بحاجة قصص، بحاجة قصص من الواقع المحيطة، مرهونة بالبيئة المحيطة فيه. فهون أنا وقت من هو بهذا العمر أنا بجيب له هاي القصص وبحكي قدامه بيعلق بباله، بصير عنده هاي الميول، بينتقل للمرحلة الثانية من الطفولة اللي هي من الخمس سنين للثمان سنين، بصير هون هو عنده أنه هو اكتشف ما عاد عنده عسر لغة، عم ببلش يكتشف شيء، بصير عم يجنح بخياله، بصير بدي انتقل لنوع ثاني من القصص. هي مرحله تدريجيه متتابعه، انتقلت لمرحله ثانيه من القصص بصير هون لانه في خيال مثل الغيلان مثل السندباد مثل الاقزام بهي المرحله تحديدا، ونحن بندرس خلال يعني خلال كتابتنا للقصص المرحله العمريه والفئه بالطفوله كثير جدا، يعني مهم هذا الموضوع. فانا اعطيته بالمرحله الثانيه كمان هي القصص، انتقل لمرحله الطفوله الثالثه اللي هي من 8 سنين لل 12 سنه، هون صار هو بده يبلش انه انا عندي حب سيطره، بدي قاتل، عندي غلبه، عندي يعني بدي يعني في عنده هيك هلا عم ينطلق للحياه ويكتشف، وهون بدي انا ببلش بقصص البطوله والمغامرات، ما بجيب له العاب ببجي وبجيب له العاب الكترونيه او انه خليه يميل للانترنت ليصير عنده طباع حاده، او انه هي الغلبه ما تسقط على قصص او على شيء ايجابي، تسقط لا بناحيه ثانيه. فوقت انا برتب هي التتابعيه مع الطفل بتصير عنده عاده، بصير انا حققت تنشئه اجتماعيه سليمة له، فبصير ما عاد بقى بيهتم لأنه خلص هي انغرست فيه، ما عاد بقى كتير بيهتم للإنترنت. بس هلا طفل اليوم بيجي بيقول لك مثلا، بيقول لها ماما أنا، يعني صار أحد المواقف اللي صارت قدامي مثلا أنه بيقول لها ماما أعطيني موبايلك، إذا ما أعطيتيني إياه لألعب بدي أكسره. أنه شو بدك، بده يلعب ببجي بده يكسره إذا ما أعطته إياه الوالدة. فهذا الموضوع كتير حساس، فلو هي معودته من أول شيء وعملت له تنشئة اجتماعية من سن مبكر خصوصا المراحل الأولى، هو رح يتعود وما رح يوصل لهي المراحل. قديش في عنا حالات يعني خطيرة عم يوصلوا جداً فيها الأولاد، من كان حتى أمراض توحد من شاشات الموبايل عم تصير بسن طبعاً متقدم، يعني من العمر، يعني حالات كتير خطيرة، يعني كمان في انفصام حواس كلي، اذا بتعيطي للولد 10 ساعات يمكن ما برد عليك للاسف، هذا ماسك الموبايل اليوم. خلينا قديش مهم اليوم نحكي بموضوع انه من هنن واطفال، قد ايه حلو نحن كمان نسيب كل شيء بيقولوه من قصص، يعني خيالات الواسعه عند الطفل بتكون كثير حلوه. طبعا اليوم نحن اذا سيبناها، اذا احتفظنا فيها، كمان قديش بنشجع على عمليه كثير. هلا في فعاليات كثير على فكره عم بتصير عنا، يعني دور الاعلام كمان كثير مهم، وفي يعني عم يتسلط الضوء عليها وبتمنى انه يتسلط اكثر. يعني في فعاليات عم بتصير انه مثلا طفل يرسم قصه، وطفل يكتب قصه، وطفل اخر يرسمها، يعني اثنيناتهم يعني في تعاون وبيناتهم، فهذا الشيء بيتسيب، وهذا الشيء بيحقق متعه عند الطفل وبيشجعه وبيحفزه لبعدين انه يضل عم يقدر يعني يمشي بهالموضوع. اساسا القراءه بتساعد الكبار والصغار، يمكن واذا بدينا بعمر كثير صغير
على تعلم فينا نقول مهارات كثيرة بالمستقبل. بس للأسف يعني عصر اليوم وجيل اليوم وجيل الماضي كل ما عم نروح نحو التكنولوجيا والكتاب عم يكون من آخر الأولويات. هي مثل ما قلتي هي مسؤولية الأهل، لما الولد يشوف أمه ماسكة كتاب بدل طبعا. الموبايل، أو حطي يعني يمسكي كتاب وحطي الموبايل خبيه، لأنه الولد بيلقط على أساسه تماما. ممكن يتعلم حب القراءة. اليوم في مسؤولية مثل ما قلنا ببداية حديثنا لما نفوت لعالم الأطفال من خلال الأدب وكتابة القصص. وين حابة توصلي بمشروعك؟ لما يعني حاطة هيك هدف معين عم تقولي انه لازم اوصل له في هيدا العالم؟ هلا اكيد يعني انا بالاساس كتابتي للاطفال هي جزء من مجموعه رسائل. اي حدا فينا بالحياه خلق لانه عنده رساله بده يؤديها ويوصلها. صحيح. كتابه بالنسبه للجزء للجانب تبع كتابه الاطفال اكيد انا مستمره ان شاء الله. يعني انا هدفي انه ضل مستمره باني بقصصي، من خلال قصصي اوصل افكار معينه للاطفال. وايضا كمان انه الانسان بيطمح دائما للتطور وللافضل ان شاء الله. يعني في مشاريع جديده ان شاء الله مواكبه للتكنولوجيا، مثلا انشاء نسخ صوتيه للقصص. زاد انا بشوفها متجهه كثير بالاول الاخير السيديات، لانه العالم ما عم تحب تمسك الكتب، عم تتجه للتكنولوجيا، فنوعا ما بتحبب الناس بالقراءه والاطفال من خلال الصوت. وانا بفضل الصوتي اكثر من الصوره، لانه الصوره بتاخذ الحس البصري وبتخليه بس حاسه عنده عم بيركز فيها، بينما السمع ممكن تكون اخف طبعا. والنسخ الصوتيه انا بشجع عليها بالاضافه لل يعني وزمانه مع القصص المطبوعه. يعني ما في شيء بيغني عن شيء. اكيد تمام. نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير لك وموفقه يا رب. شكرا لكم، صباحكم خير. الكاتبة الجميلة لما بدران أكيد بتمنى لك التوفيق، وفعلا إن شاء الله يا رب هيك توصلي لمشروعك لهدفك المحدد. شكرا كثير لك. إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا كثير لك.